うん。 صباح الخير على حضراتكم اخر حوار من حواراتنا في هذا الصباح في الحقيقه طبعا اللي تابع اللقطات المبهره اللي كانت في وسط القاهره وقد تحولت المباني والميدان لحاجه مبهره تحس ان انت موجود في اوروبا مثلا لكن في الحقيقه مصر مبهره بكل تفاصيلها لكن حينما يتم يمكن اعاده الطلاء ومن الحاجات الصغيره جدا اللي تم تفاصيل صغيره جدا تمت لكن في الحقيقه ادت منظر اكثر من رائع سواء الاضاءه سواء تجديد المباني اعاده رونقها الزخارف اللي موجوده فيها اعاده الطلاق <applause> كل الحاجات دي في الحقيقه ادت للقاهره رونق مختلف تماما وكانك يعني اصبحت في دوله اوروبيه من جديد مصر بتستعيد رونقها وان مصر بتعود الى مجدها وعدها من جديد في الحقيقه القاهره كمان الفاطميه وكل المباني التاريخيه اللي موجوده في وسط القاهره ان شاء الله يتم تجديدها تباعا عشان تعود مصر بجامل بهاء زي ما بيقولوا وان انت حينما تتجول فيها تشعر ان انت موجود في مكان عالمي بكل تفاصيله كمان ميدان التحرير بالتفاصيل الموجوده فيه بكباشه الاربعه بشكل الموجوده فيه اعتقد هيكون حاجه مبهره جدا ان شاء الله هتبقى يعني حاجه ممتعه وحاجه جميله جدا نعرف كل التفاصيل الخاصه بهذا المكان مع ضيفنا الكريم دكتور ثروه وزير ابو عرب استشاري واستاذ بكليه الهندسه بجامعه القاهره صباح الخير يا دكتور صباح النور اهلا بيكم اهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك دكتور في الحقيقه الموضوع اختلف تماما يعني شويه تفاصيل صغيره جدا ادت بهاء وجمال وتحس ان القاهره رجعت لسابق عهدها ورجعنا لفتره الخمسينات والاربعينات حينما بنيت هذه المباني وعادت طلاقها وشويه انوار بسيطه يعني الموضوع اختلف تماما يعني. بالتاكيد اللي حصل في في ميدان التحرير كان بدايه لاستكمال منظومه يعني الدوله حطتها في الاعتبار لاعاده سواء القاهره الفاطميه او القاهره الخديويه لسابق عهدها والمخطط الاصلي بتاعها طبعا لما اتكلم على القاهره الخلوية وبتكلم على منطقه وسط البلد او آآ آآ البدايه كانت منظومه او كان الخليوي اسماعيل هو مؤسس وهو الذي الذي راعى هذه هذا, هذا هذه المنطقه اللي كانت عباره عن برك ومستنقعات سواء المنطقه اللي كان فيها الشواربي سواء المنطقه اللي فيها بعض الشوارع الرئيسية زي شارع شريفين اللي فيه التلفزيون شارع طلعت حرب دي كلها كانت برك وهيش في 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 عق في عهد الخديوي اسماعيل واراد الخديوي اسماعيل ان يجعل من ال من هذه المنطقه جزء من اوروبا واستعان بمهندسين استعان بمهندس من احد مهندسي نابليون بونابرت الثالث علشان يخطط وسط القاهره او وسط العاصمه، بنقول عليها وسط المدينه احنا بلغه اهل من وسط الع... خططت بحيث تشابه بعض احياء فرنسا فرنسا بصفه عامة, عامه، وبعض الشوارع تشابه شوارع في انجلترا، مم يعني هو ده هو و... مزيج يعني مزيج ما بين ما بين دوله ونجح ابراهيم باشا في هذا وابتدى المعماريين الفرنسويين والانجليز والايطاليين ابتدوا كله حن يحط بصماته آه اللي عمل الاوبرا واللي عمل آه مباني المباني الاثريه الموجوده جواها اللي خطط الشوارع اللي حط الاناره فيها اللي عمل نظام الرصف والطرق على فكره آه هذه المنطقه اضيئت كهربائيا قبل العديد من شوارع فرنسا والعديد من شوارع اوروبا، فهي كانت سابقه في جذب انتباه العالم على ان منطقه مضيئه آه و و وبها كل الفن والنسق المعماري الموجود او اللي مش موجود حتى في اوروبا واللي كانت اوروبا بتهدف إلى تعمله، م. فدي كانت انطلاقه من خلال اسماعيل طبعا وابتدى يوثق هذا عن طريق وضع بعض التماثيل في طبعا التماثيل فيها زي تمثيل طلعت حرب وتمثيل محمد فرير ومصطفى كامل وابراهيم باشا دي كانت كلها الغرض منها انها تحاكي تاريخ هذه المنطقه من اول بدايه القرن 19 الى ثوره يناير 2011 احنا لو طلينا المنطقه دي كمان شهدت تغيرات كارثيه ولها لها لها لها, لها جزء سياسي كبير جدا نقدر نقول انعكس عليها انت مش بس بتعيد الوجهات والمحلات للشكل الطبيعي بتاعها لا ده انت كمان بتحاول عشان تجذب السائح انك تحط فيها الحاجات اللي هي كانت لها علاقه بالتاريخ الماضي ثوره وتسعة 1919 كانت قهوه اللي اسمها ريش دي موجوده فيه آه طبعا. في عش... دي القهوه دي كانت الاجتماعات بتاع اللي كانت بتدعم آه الـ 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 الصور ال ال سعد زغلول كانوا في في بيجتمعوا فيها في انهم كانوا منفين فيها كانوا بيجتمعوا فيها نقول 52 شارع الشريفين آه الرئيس آه محمد انور السادات المرحوم انور السادات القى بيان الثوره في شارع في هذه المكان مبنى سنه يعني. اه سنه 52 مم. سنه 77 آه كانت ثوره ارتفاع الاسعار بتاع السادات 17 و 18 يناير لو نذكر في هذا الكلام يعني هي المنطقه غنيه في في يناير 2011 كانت ثوره 25 يناير بعديها الاحتياجات اللي كانت في شارع الشريفين وشارع آآ آآ وشارع قصر النيل وشارع وشارع طلعت حرب اللي كانت الاحتياجات بعديها كمان اللي هي اللي هي كانت ايه انطلاقه الشعب بعد كده اللي ثوره ايه التغيير في ضد إيه حكم الاخوان وضد الكلام ده كله والمقاومات والاحتفالات اللي كانت بتجري في هذه المنطقة مم. فهذه المنطقة لها عبق تاريخي سواء في العصر القديم او العصر الحديث حتى المحلات اللي فيها كلها ذات طبيعة خاصة يعني صدناوي لما عمل محل صدناوي دول ناس سوريين جم عملوا هذا المبنى على 5000 متر او 6000 متر عندهم مصانع قماش سواء في سوريا او في مصر وكانوا بيعرضوا المنتجات بتاعتهم في مبنى باهر وهم السوريين كانوا برضه في إن في صناعه النسيج, النسيج وفي صناعة متقدمين متقدمين في هذا الوضع يعني هي جذبت كل لما نيجي نشوف بعد كده البورصه مين عمل البورصه الفرنسيين عملوا البورصه فيها اللي كانت لابورس لما ونحن قلنا على البورصه دي عملوها في هذا المنطقة يعني كانت من البورصات الإيه التي ابتلعت على مستوى العالم، البنك المركزي المصري بداية أول بنك مركزي موجود وأول مبنى ليه كان موجود في هذه المنطقة، ده بنتكلم برضو في بداية القرن آه ال 19، لا يعني الأوبرا اللي كانت عملوها الطليان مهندسين طليان دي كلها لو بس التاريخ لم لم يسجل كل الأمور، دي كلها بنوها مهندسين طليان من ميلانو والمهندسين دول كمان ايه لم يستخدموا فيها اي ماتيريال غير خشب وكان الخشب بيجي من لبنان دي اللي اتحرقت دي اللي اتحرقت كان بيجي من لبنان دلوقتي دلوقتي. فيعني انا عاوز اقول ايه ان مقاومات المقاومات هذه المنطقه تاريخيا فكرة, و فكره يا دكتور وتاريخيا ومن كافه النواحي تجعل جعلت الدوله لازم تفكر ان الواحد اللي مش في الشارع ده يفتكر صح كل هذه الاحداث طيب فكره يا دكتور الـ الـ النسق الحضاري بقى التنسيق أه الحضاري والنسق الحضاري يعني احنا جت عندنا فتره من الفترات كل واحد بيعمل اللي هو عايزه يعني كل واحد بيبني ما هو ده كان تسيب على فكره ده كان ده كان كل واحد س... بيبني الشكل اللي هو عايزه الالوان اللي هو عايزها بالتالي تلاقي ما فيش نسق حضاري في الموضوع ايه, ايه تعرضت لاعتداءات حضرتك ايه لو جينا نشوف المنطقه دي فيها حوالي 500 عماره 300 عماره تحت سيطره بعض الشركات الكبرى والدوله و عماره دي يعني ملكيات خاصه محدوده يعني التصرفات في هذه العمارات والادارات اللي كانت موجوده فيها وقانون الايجار القديم وكامله كله جعل الناس اللي فيها حتى ما عندهمش ملاءة مالية ان هم ي... كثيره ان هم يعملوا اعمال الصيانه المطلوبه او مش مفروضه منهم لانهم بيدفعوا مبالغ زهيده فيها. جدا زهيده جدا وفي نفس الوقت عدم قدره الدوله في فتره زمنيه او ترهف اجهزه الدوله الرقابيه في فتره زمنيه خلت اعتداءات كثيره سواء على الشارع او سواء على الواجهات وده اللي احنا بنشوفه الوقت في التطوير بتاع وسط المدينه. انت بتتكلم على شوارع ارصفتها كلها بصفه عامه احتلت، واجهات خرجت عن الحطه النمط اللي هو كانت موجوده عليه، يافطات واعلانات بشكل مريب بدون اي تنسيق، بالوان مختلفه وباشكال مختلفه وبطرق اضاءه مختلفه كانك ماشي في منطقه عشوائيه وليست وسط القاهره اللي انا حكيت في مقدمه على التاريخ بتاعها ده فاللي الدوله عملت ايه الدوله مش الدوله لوحديها الدوله موصله في طبعا محافظه القاهره والاحياء والتراث الحضاري وملاك هذه العقارات وشركات استثماريه يعني في شركه استثماريه اشترت 30 عماره وخالت ال 30 عماره دول وبتجددهم كام؟ بتاخدهم ليه؟ اشترتهم وبتجددهم وبتعيد استخدامهم بس انا مش هقدر استخدم هذه الاماكن الا لما اطورها مش بس مجرد لان المستثمر اه يعيد الوجه الحضاري بتاعها بتاع العماره وتبقى وجهات بتاعتها زي ما كانت ده جزء انها في نفس الوقت عشان اشتغل او اجر مكان لازم يكون مجهز باحدث الايه الانظمه الحديثه فهو طور الشكل الخارجي اللي يناسب العصر اللي بنيت فيه هذه هذه المنشات وفي نفس الوقت من الداخل طور الداخل بحيث بقى فيه انترنت وبقى فيه كل ايه وسائل الاتصال وسائل الاستخدام الممكنه لتناسب هذا العصر الحديث، يعني هي طورت داخليا وطورت خارجيا حتى تلائم الوضع. ف... الاناره الاناره ونمط الاداره المختلفه، انا بقول دي اول مكان حصل فيه اضاءه على مستوى على مستوى يعني قبل بعض شوارع في اوروبا، دلوقتي لما نشوف الاناره اللي موجوده فيها وطرق الاناره والكلام ده كله، دي كلها بترجعنا الى 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 او تبهرنا ترجعنا الى العصر اللي انشات فيه هذه اليافطات الموجوده اليافطات الموجوده كل واحد بيعمل يافطه كان بيعمل يافطه زي ما يعجبه وبروز زي ما يعجبه او يعلق حاجات بره بالترينات وحاجات بره كل ده طبعا ازال واليافطات بقى لها نسق معين وبشكل معين الاضاءه بتاع الوجه بقى لها شكل معين كل الامور هي رجعت لما كانت عليه في الوضع السابق طيب فكرة وبتعاون برضه كل الاطراف ملاك شركات احياء ان المناطق دي لازم كل عماره نعرف تاريخها يعني كل في عماره يعني اليعقوبيان مثلا يعقوبيان يعني دي يعني طبعًا العمارات دي كلها دي فيها تاريخ يعني آه هي للاسف الشديد ان مش كل العمارات يعني اليعقوبيان قدر قدر واحد من كتابنا العظماء اللي هو ال استاذ علاء نعم نسيت اسمه استاذ علاء اه آه اللي قدر يكتب عليها واخرج فيلم ليها كمان يعني عمارة <applause> انما آه آه كل عمارة من دول معروف ايه تاريخها يعني مثلا كان نقدر نقول مثلا عبود باشا بنى عمارة الاوبيليا كان <applause> بس <بيقيت كبكتيه. تصفيق> آه مشاهير مصر قعدوا آه مشاهير مصر كلهم عزيز آه آه صدقي باشا <applause> سكن في هذا العمارة انور وجدي سكن وبنى في هذه المنطقه اللي عبود باشا آه كمان دا حتى قصر عابدين عابدين ده كان عابدين عبدين بيه ما كانش عابدين بيه كان له بيت صغير وحب برضه في عصر خديوي انهم يبنوا ايه قصر وتنقل الحكومه من القلعه تتنقل لقصر ايه عابدين فهي المنطقه اصلا بعد ما الخديوي اسماعيل ابتدى يخططها تخطيط جيد بقت حتى الدوله والحكومه في هذا الوقت او الحكم في هذا الوقت تطلع انه ينتقل الى هذا وانتقل الى قصر عابدين لتحكم مصر من خلال قصر عابدين او تدار الدوله من خلال قصر عابدين كقصر أه حكومي أو ملكية ملكي يعني الحقيقه لازم بقى في اطلاله تاريخيه في الكتب للنشأ اللي طلع يعرفوا قيمه يعني أه ده تراث انا موافق انا موافق حضرتك عضل انا موافق حضرتك تماما ما ما يقل عن التراث اللي هو اللي احنا المكتسب او اللي موجود عندنا الاثار الفرعونيه عندنا تراث يعني تراث من المباني والقصور هدمت وجرفت وبنيت عمارات والشقر الاستثماري دخل فيها نقول نقول الحمد لله ان المنطقه دي بالذات ما حصلش عليها اعتداء من الاعتداءات اللي بنشوفها اللي تحول المبنى من منشأ في عصر في بدايه القرن 19 اتحد كله وتحول الى منشأ حديث الا بعض المباني لما تهد لما حصل انها انهدمت او حصلت انها ايه حصل انهيار ليها طبعا لما اتبنت ما اتبنتش بنفس الفكر اتبنت بفكر, بفكر مودرن ودي الحمد لله ان كميه قليله جدا من المباني اللي في وسط البلد اللي تعرضت لهذا الايه؟ وده اللي خلى الدوله حتى في وقت سابق ابتدت تصحى نفسها وتقول لك احنا لو سيبنا العمارات دي هتنهار على بعضيها دي في كمان شوارع ضيقه يعني ما تقدرش عربيات مطافي تدخلها تحصل فيها مشاكل سواء نتيجه سوء الصيانه او سواء سوء استخدامها لاغراض غير مجاله او عدم وجود انظمه للامان او للسيفتي موجوده فيها فالدوله الحقيقه منذ فتره انما دخل منذ فتره تفكر في الموضوع والحقيقه التوثيق الحضاري الحقيقه قايم بضر يعني رائع في هذا وانا منحاز للـ للـ كلنا منحازين كلنا منحازين لمصر العتيقه يعني. والمصر القديمه منحاز ليها وكيف لان فيها فعلا ابداعات معماريه ومن كل النواحي سواء بالنسبه للمنشا نفسه او سواء للخدمات الموجودة جوه المنشا او سواء لطبيعه الحركه في المنطقه اللي جواها المنشأ طيب الشهر. دكتور اكيد حضرتك كان باطلاعك الواسع على على هذا المجال وكمان خبرتك في, في مجال الهندسه يعني اكيد في نصايح ممكن تقدمها ازاي ممكن يتم الحفاظ على هذا النسق وهذا الحفاظ على القاهره الفاطميه وغيرها من الاماكن التاريخيه دي. حضرتك سنه 2000 كنت بعمل مشروع لقياس التلوث في مع استاذي الله يرحمه دكتور محمد القطب كنا نعمل مشروع لقياس التلوث في القاهره الكبرى التلوث في القاهره الكبرى طبعا سببه العربيات اساس المصدر الرئيسي فيه هو عباره عن السيارات لان وسط البلد هو عباره عن سيارات وفعلا نسبه الانبعاثات كبيرة. كبيره جدا وهذه الانبعاثات لها علاقه بواجهات ولها علاقه بكل الخانات وبالاضاءه وكل الامور دي كلها فهنا احد الامور اللي انا ارى انها مهمه جدا اقصد فيها يجب ان تعاد يجب ان يعاد النظر في من يدخل هذه المنطقه وكيف يدخل هذه المنطقه يا يعني لا تترك لأي عربيات بتدخل وأي حركة سيارات بتدخل وأي نوعية السيارات بتدخل، يجب أن تحدد هذا المربع، هذا يكون المثلث الذهبي، اللي الإمارات آه طلعت حرب وعدلي وكم ده كانوا مسمينهم المثلث الذهبي، ده في سنة إيه؟ في, سنة في, في بداية 19، ما بقاش ده طب على ذهبي ولا حاجة، إنما بنعيده دلوقتي إن نبقى ذهبي تاني، بس عشان نعيده لازم نتغلب على أحد أكبر المشاكل اللي بتواجهنا دلوقتي هو هي حركة المرور وحركة السيارات داخل هذه المناطق وحركة الأفراد كمان داخل هذه الإيه؟ هذه المناطق لابد أن يكون هناك طريقة م. ونظام ليه 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 نقول للتواجد في هذه المناطق مشكلة إنها منطقة جدا مش منطقة هو ايه المانع ان العربيات كلها تركن بره والناس تمشي المسافه دي المسافة, المسافه مش كبيره جدا عشان الناس تمشي ايه المانع ان ان يبقى فيه وسيله تقوم بها الدوله هي اللي بتحرك السيارات من مكان ما الى المكان عشان من كبار السن والمسنين المانع يعني ان يكونش في تصاريح للدخول والخروج فيها ما يمنعش هذا هي محتاجه برضه بنفس القوه اللي الدوله دخلت فيها واستطاعت ان تجبر وان تقنع هي تجبر وتقنع ملاك والمستثمرين واصحاب هذه العقارات انهم يحاولوا يفكروا بطريقه حضاريه يا دكتور لعادة حضرتك التاريخ. يعني لازم كله يتم وضعه في الاعتبار، كل الافكار من كل المختصين في كل المجالات يتم اخذها والاخذ بها في الموضوع ده بالذات. إيه الحاجة التانية على فكرة. مم. يجب أن تعاد النظر في منظومة الصيانة في هذه المنطقة. صحيح. يجب أن تعاد منظومة الصيانة، يعني لا تترك منظومة. الصيانة الانتظام. والصيانة والصيانة جزئية، يا إما صيانة للمنشأ نفسه وفي صيانة للمرافق حول المنشأ. صحيح، اللي إضاءة صحيح. الشوارع، الشوارع نفسها، الأرصفة، فهنا كل ده عشان هذه <applause> الاستثمارات. تستمر تستمر لابد من صحيح. اعاده فكر, عادة فكر. خلينا نقول ايه ده مشروع بنعمل له مشروع تشغيل وصيانه صحيح تشغيل وصيانه بطريقه عبقريه بطريقه تناسب ايه تناسب الاستثمارات تناسب توجه الدوله في ان تجعله مزار مزار سياحي وتاريخي وده ده هو محاط لنا القصر ده هو يعني, يعني هو القادم بمعنى اصح ان شاء الله الاجيال القادمه نعم. لازم نسل لهم حاجه شرفتنا دكتور وسعداء بلقائك جدا وسعداء بكم هذه المعلومات اللي استفدنا من حضرتك شكرا جزيلا نعم. دكتور مهندس ثروة وزير ابو عرب استشاري واستاذ بكليه الهندسه جامعه الخير شرفتنا بك شكرا شكرا لحضرتك من الفدايه البسيطه دي لا طبعا كنت أكيد قدرت استفدنا جدا القي على بعض تاريخ هذه المنطقه أشكرك اللي بعتز وبتشرف ان انا يعني شاركت في بعض الامور شرفتنا يا فندم شرفتنا شكرا جزيلا لحضرتك ده كان استعراض سريع طبعا لمنطقه وسط القاهره المبهره اللي نتمنى ان شاء الله تخرج في افضل صوره وان احنا كمان نحافظ عليها عشان تستمر برونقها وجمالها اللي موجوده عليها حاليا ده كان ختام يومنا من برنامج هذا الصباح تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل الى اللقاء